السلام عليكم، كديرين بخيرين؟ بخير لاباس عليكم. اليوم فيديو جديد. المهم دابا بغيت نشارك معكم اللي اشترعنا اليوم باش نسافروا وخليكم معانا. المهم الخوت، حنا بغينا نشاركوا معكم اي حاجه، الرحله، داكشي اللي شرينا، المهم مسائل كامله بغينا نشاركوها معكم. نشاركوا معكم شنو شرينا لينا، شنو شرينا القضويات للعائله نتاع لاني، وكذلك نوريكم باننا حنا يعني جمعنا لا باليز ديالنا، جمعنا المسائل نتاعنا كامله باش انا نسافروا. وفي هذا الفيديو هذا نوريكم شنو شرينا لينا وكذلك القضويات اللي شرينا، قضيه بسيطه عاديه على قد الحال باش يتفكرونا بها، لان ضروري النهار اللي غادي نجيو من عندهم خصنا نخليو لهم شي حاجه بسيطه يتفكرونا بها وداك الشيء. والمهم غنشارك معكم شنو تقدينا لهم وكذلك لينا. المهم هنا الله نورينا شنو بعدا، شنو انت المهم نوريكم شنو عندنا هنايا. المهم هادشي راه ماشي اشهار، هادشي راه شريناه لراسنا، فهمتي؟ ماشي اشهار، هادشي شريناه لراسنا وشرينا للعائله نتاعنا، فهمتي كيفاش؟ لان كاين هنايا شي حوايج اللي هي شركه اللي هي معروفه، وكذلك كاين بعض الناس اللي غادي يبان لهم انني كنشهر ولا شي حاجه. المهم هادشي راه ماشي اشهار والشركه كامله زيرو. صافي باش تعرفوا شنو كاين، هاد الشركه كاع اللي غتبان لكم هنا راه زيرو. المهم الخوت حنا دابا كنضحكوا صافي. المهم نوريكم شنو تقدينا، ورينا لاني شنو خدينا لينا وكذلك شنو خدينا العائله ديالك. اخذنا علينا هذا ديالنا هذا. اول حاجه هذاك الشيء خوتي ضروري بزاف باش نسافروا للفلبين، هذا الباور بانك ضروري هذاك. سي انا نوريكم باور بانك عندها هذا 7000 27000 باور بانك في الصحن الشارع. المهم هذا خديناه، علاش خديناه الخوت؟ علاش خديناه؟ خديناه لان العائله نتاع لاني يعني عندهم غير الطاقه الشمسيه، و يعني كيشارجيو التليفونات ديالهم غير بالباتري والطاقه الشمسيه، يعني التليفونات ديالنا انا ولاني ولا داكشي ماطري باش كنصوره، يعني خاصنا شي حاجه باش نشارجيوها. ولا شرجيناها مثلا بدك الطاقه الشمسيه ولا شي حاجه، يعني كيتفرع الباتري ديال التليفون ولا كيتفرع الباتري ديال الكاميرا، لان الطاقه الشمسيه شي بعض المرات كتكون مثلا ما كايناش الشمس، كتكون ما كايناش الشمس، ما كتكون الباتري ضعيف، كيكون يعني كيكون اما مجهد ولا ناقص، كتلقى اما الضو مجهد فيه اما الضو ناقص، وداك الشيء يعني كيفرع التليفون. يعني هذا شيء ضروري ضروري. المهم باور بانك ضروري، وكذلك عاوتاني ملي كنبغيو مثلا نمشيو شي جزيره، بغينا نمشيو على جلينه، نبغيو كذا ولا هذه، يعني ضروري خصنا واحد الباور بانك باش اننا نشارجيو به، اللي هو هذا. المهم فتحيه نبقى نوريكم بياسه بياسه. المهم افتح واحد واحد. المهم هذا خديناه لينا، هذا ديالنا هذاك الشيء. بسم الله. المهم ثقيله بزاف، ثقيله راه عبرته قبيله عند مول الحانوت فيه شي 700 ها هو شوفوا ثقيله بحال شي باتريه. شوفوا وعندهم شاحن، يا كيس شاحن. هذا شاحن وهذا شنو؟ لا هذا غير ديال هذا، هذاك باش كيتشرج. شوف عند هذا السرج ديالو، السرج نتاعو ما مراش. دابا نشترجيوه من بعد. دابا نوريكم شي حاجه اخر. المهم خلي هذا تما. المهم خدينا هذه بيفا، هذه هذا باف خديناه لخوها، هذا كادو لخوها بيف، وهادو كيت بلوتوث لختها باش نبين لكم. هذا ديال ابويا، هذه هذا ديال باها، هذا ديال ابويا. ابويا كان كيعجبها بحال هكذا كيعجبها هو. المهم هذه طندوز، وهذه فتحيها. المهم هذا ديال امي على قد الحال، قلت لها لي خلينا نفرح امي، واخا واخا على قد الحال الحمد لله. كاين هذا هو اشتريته ديال امي، هادي
هادي ساعة ديال الماء زوينة. اه وصافي. وهادي كنشوف هاديك صويك كان هذا كان اشتريت اختي عند اختي كيعجبها السكاكين ساك كيعجبها الساك واشتريت شي هذاك شي وهادي هذا ديال سيلفي هذاك شي فتحيه ضروري عندنا سيلفي لا جبدي من بلاصه ديالها المهم هكا كتشوفوا ثقيله هذا اه فيه ثقيل داك اللي كيجلس عليها يعني ثقيل فيها الضو كيتشال فيها الضو فيها الضو هذا اللي ثقيله هذا كتجلس فيها ركبيها تما كتركبي هنايا كتواقف انا نسيت صورتكم شي فلاقات هكا ضروري عندنا صوبيها مزيان ها نتوما باش يبان لكم راه ها انت وكتشعل الضو مثلا كان الضو ضعيف ولا هذا راه فيها بروميان دوزيام تروازيام يعني الضو كيشعل وكيتفرج وهادي خلاص كتطلع وكتهبط تقدر دير بحال هكا كاع تكتب وهنا فين كدير التليفون هزي هذيك لاني هذه فتحيها هذيك باش كيطلع هكا ديال التليفون انت شي كتحط التليفون هنايا هكا التليفون وهذا ديال ليلى ديال ليلى كتنعس في كديها في الطياره ولا فين ما كان في لان الرحله غتكون طويله بزاف يلا زيدي وري هذيك وهذا ديالنا هذا نتاعنا ديال الفلوغات كتشوفوا هذه قلبيها وهذا ماشي انشحار يلا فتحيها انا نفتح لكم بسم الله هذا ديال كتيب اللي ما كيقراه حتى واحد قطعته كتيب ها فيليبين هاي فيليبين شي هاي هاي فيليبين صغير شوفوا شوفوا ملي غنسافروا الخوت شوف غنسافروا من المغرب القط سميتو هذيك قطر؟ لا تركيا. اسطنبول غادي نسافروا من المغرب لاسطنبول هنايا جات تقريبا جات لاسطنبول في هذا القنت هذا من هنايا غنوليو نشدو الطياره عاوتاني للفلبين لا ماشي فلبين هذا ها هي هنايا هي نشوف هنايا هي هنا هي هنايا صغير كيشوف صغير بزاف هي هادي هنايا هي صغيره خلينا نكملوا خلينا نفتح لكم هذا الشيء شدك الخريطة وانا نتفكر زين انا نفتح لكم هذا الشيء شوفوا وهذا اخواتي ديالنا هذا الشيء ندير فيها الفلوغات هنوريكم واحد هذا رجلو هذا كتوقف ماشي راجلو رجلو رجلين هل هكا رجلين الان نوريكم هذا كتشحن فيه شارجور هذا نوريكم هذا طيب سي هذا سيلفي ثقيلة كتطبعك هذا كتخليه ستابل يعني ستابل كتخلي الفيديو ستابل ما كيبقاش يتحرك ولا شي حاجه وكتطبعك كتمشي هنا كتطبعك وكتبعك تقدر مثلا تحطها ركبي لها الرجلين ديالها لاني انا نركبك
لكم رجلو. ودغيا راني دغيا دغيا نتيب شويه الفيديو راه غادي يجي فيه 20 دقيقه. هاك هبطل تحت هبطل تحت هبطل تحت وصوب هبطل تحت وصوب فراحتك مالك يا راني. شوفي شوفي صافي هاكا شفتو كيوقف بحال هكا هكذا. وفي هذاك لي بوطون كتخدم بلوتوث كاينه الابليكاسيون ديالها كتخدم فيها كتقرب كتجهد كتدير الفلاش فيها بزاف نتاع الخصائص هنايا فيها فيديو كتحكم غير هنا متي ما كتقاش كاع في الطاكسي كتقيس غير هنا كتخدم غير هنايا هادي واه هكا المهم كتخدم بالدوره فيها دينامو هنا وفيها دينامو هنا وفيها دينامو هنايا هذوك الديناموات هما اللي كيخليو داك الشيء مهم متوازن وكذا والى اخره زيدي صافي حطيها في بلاصتها نحط لها بلاصتو ضروري نحطو في البلاصه دابا صافي غير حطيت تما كاين حطيت ها انت ديري له هكايا وحطيت او هذا ضروري ضروري ديال صفار شكاره هذا شكاره بس نديرو فيه ورقه ديالنا ورقه الباسبورات وراسي ما كان بغيت بغينا ناكل شي حاجه في الجوات الطياره مع الناس ما ندروس فتحيها فتحوه فتحها غير من هنايا شنو في البو المهم زوينه ندير فيها غير ورقه حنا جامعين نيت فيها الوراق وداك الشيء هذا الوراق ديالنا هذا كامل الوراق ديالنا كتحسسي هنايا الوراق ديالك ولا سي ماكلا سي اندومي اش من اندومي سي شي ماكله شي ماكله المهم هذه غنعمروها غير بداك الشيء اللي شرينا الشكاكه راه خديناها على قبل من باش نهزو فيها هادشي هذا لان الحاجه اللي فيها الباتري ما خصهاش تكون تحت الطياره يعني خصها تكون الفوق داكشي علاش خديناهم هنا وفي نفس الوقت نحطو الباسبورات ديالنا هنايا ونحطو الوراق ديالنا المسائل ديال الجواج وداكشي حتى هنا وكذلك ملي غادي نكون مثلا يعني كنخرج برا كنصور داكشي نحط فيها ماتريال نحط فيها بزاف باور بانك وداكشي المسائل على قد الحال على قد الحال هذاك خلاص غير سروال ماشي مشكل بلاش ماشي مشكل ماشي مشكل شنو اخر ما وريناش المهم غير هذاك الشيء صافي وهذه نيشان الصاك ديال اختها كادو غير هذاك الشيء وهنايا كتشوف لا باليز عندك هاد السيدي باليزه صغير عندك هذه دايرين فيها العطريه ياكي لوبيا وعدس لوبيا والعدس المهم القطنيه والماكله هنا القطنيه والماكله وداك الشيء ديال الشوكولاته وطونيك وداك الشيء وهذا نتاع ليلى ديال ليلى انا نوريكم الحوايج نتاع ليلى مازال غنزيدو نعمروهم هما هادو البرديلات ديالها الحوايجات ديالها هنا دينا الدواء دينا ديال الدرصه مثلا لقات شي واحد جاتو الوجع ديال الدروس هذا دولي بران ديال السخانه ديال ليلى هذا مثلا لينا حنايا لقى شي واحد السخانه هذو النضاضر وهذا ديال الحراره المهم نهار ورا نديو معانا الدواء نتاعنا شنو اخر صافي هذا هي الحوايج ديالنا انا وياك باسبورات ديال لاني ديالي ديال ليلى وهاد الهدي هذه انا ولاني الحوايج ديالنا انا ولاني هنا كيف ما قلت لكم الحوايج ديال ليلى وهنايا داك الشيء نتاع العطريه والعدس واللوبيا المهم هادشي اللي كاين واتاي وداك الشيء وخلاص هاد الشكاره هي اللي غنديروا فيها هاد المسائل هادي كامله غنديروا فيها هنايا سي غير لي ضروري انا كاينين ثلاثه ديال لي بي كاين ديالي كاين ديال ليلى وكاين تاع لاني شنو اخر ها انت عندنا الديبار سيدي فين هي هذه
نقلعوا مع 22 في هذا الشهر 22. شحال مازال راني مازال شحال اليوم؟ اوه اليوم 14 مازال 8 اليوم، مازال 8 ايام ان شاء الله غادي نسافروا. غادي نقلعوا مع 16 وربع، يعني الربعة وربع في مطار محمد الخامس. غادي نولي والسيدي اسطنبول، غنولي ونهبطو، غادي نزلو في اسطنبول مع 10:55 غنولي والسيدي. غادي نجلسو من 10:55 حتى الجوج، حتى الجوج وخمسة وثلاثين دقيقة غنجلسو في اسطنبول. يعني شحال غنجلسو؟ تقريبا شي 4 سوايع في اسطنبول. وغادي نركبو مع 2:25 نتاع الليل، وغادي نوصلو مانيلا. غنوصلو سيدي في مانيلا 56 دقيقة. والمهم وغادي نوليو عاوتاني غنجلسو في مانيلا، نجلسو واحد الاسبوع في مانيلا. وديك الساعة راه كاين واحد البيي اخر، مازال ما قطعنا واحد البيي اخر من مانيلا، من مانيلا لدافاو. يعني الطوطال تقريبا كامل ديال الرحله شحال غادي يكون راني؟ سي فوق سي قريبا سي 5 سنين. يوم لا طريق، طريق شحال من ساعه باش نوصلوا؟ ساعه سي ما عرفتش. المهم على ما كنظن، انا كنظن المهم كتكون كاين اكثر من 30 ساعه. سمعتوا كاين اكثر من 30 ساعه، لان خوتي غادي نوليو نشدو عاوتاني من مانيلا لدافا تقريبا واحد ساعه ونص في الطياره. وهذيك الساعه عاوتاني غادي نشدو من دافا للدار فين كتسكن لاني تقريبا في الطوبيس ولا طوبيس بحال دابا شي 6 سوايع تقريبا. وبعدين 6 ساعات، وبعدين راح نسد هذا الموتور سي ساعتين. مهم طريق طويله بزاف، راه غنشاركوها معكم كامله. الا كنتي اول مره كتشاهدنا، معك لاني ومحمد وهذه قناه ديالك. وشكرا لكم بزاف، ما تنساوش انكم ديروا واحد لايك، لان داك لايك مهم بزاف باش انه الفيديو يوصل للناس اللي ما كيعرفوناش. وكذلك تخلي واحد التعليق وتقول الراي ديالك وتقول شي كلام زوين اللي حفزنا باش اننا نستمروا معكم. وخليكم معنا لان غنبارطاجيو معكم اي حاجه. عادي شنو هي اي حاجه؟ اي حاجه. واخواتي دعاو معنا انه كل شيء راح يكون تمام، لانه مازال ورقه خاصنا، سي ورقه، مازال سي ورقه. وان شاء الله يكون كل شيء ما كاينش مشكله ان شاء الله، ان شاء الله. والمهم اخوتي حنا غنوريكم داكشي المسائل ديال الرحله وداكشي اللي كيحتاجوا كذلك في المطار، شنو طلبوا منا بالنسبه للبي سي ار، حتى هو ديال 48 ساعه. مهم اي حاجه غادي نبارطاجوها معكم من بعد. صافي خوتي، خليكم على القرص وتحياتي لكم. ديروا لايك 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 وبسلامه عليكم. يباو.